عنوان هذه المحاضرة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ومن فعل ومن صفة خلقية وخلقية ومن تقرير، فكل ما جاءنا من خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما على العبد إلا أن يؤمن بها وأن يسلم وأن يتمسك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.